اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل عدم الصعود في تيك توك فيديوهات في تيك توك. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بضغط هنا على تيك توك خاص بكم، سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، سوف نضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيك توك. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة. نراكم في فيديو القادم إن شاء الله.